بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أنا أشكر كذلك لفضيلة الشيخ عبد الوهاب هذا اللقاء الذي أتاحه لنا تسبب في حصوله. أما الموضوع فكما سمعتم، الفقه في الدين وأثره في حياة المجتمع. الفقه في الدين، الفقه في اللغة معناه الفهم، يقال فقه الكلام إذا فهمه. قال الله تعالى في المنافقين: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فالفقه في الأصل هو الفهم. أما الفقه في الدين فالمراد به معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية من أجل إقامة الدين على أساس صحيح، لأن الدين الإسلامي وأي دين من أديان الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يقوم ولا يصح إلا إذا كان مبنيا على فقه في أحكامه التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإنه لا يكفي أن ندعو إلى الإسلام ونرغب في الإسلام ونمدح الإسلام من غير بيان لأحكامه وتشريعاته وما يجب فيه وما يحرم وما يستحب وما يكره من الأمور. ولهذا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أوصاه وقال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني اليهود، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلم يقتصر صلى الله عليه وسلم على قوله ادعهم إلى الإسلام، بل قال له: أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى به، يعني اشرحه لهم ووضحه لهم. وذلك لأن العاطفة والتحمس للإسلام هذا شيء طيب، ولكن هذا لا يكفي حتى نعرف أحكام الإسلام وفقه الإسلام، حتى يستقيم الإسلام ويدخل فيه الإنسان على بصيرة وعلى تمييز. وإلا فكثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم ليسوا على بصيرة في أحكامه، إما بسبب الجهل وعدم العناية بالفقه في الدين،
وإما بسبب التضليل كالفرق الضالة والمنحرفة من المتصوفة وغيرهم، فإنهم يقولون للناس هذا هو الإسلام بما هم عليه من انحراف واعوجاج في الاعتقاد وفي العمل، أو جهل بأحكامه فيظنون ما عليه العوائد وما جرت به عادات الناس المنتسبين إلى الإسلام أن هذا هو الدين. لا، الدين لا بد من التبصر في أحكامها ومعرفة معانيه والتفقه في شرائعه حتى يؤديه الإنسان على بصيره. ويجب على من يدعو إلى الله ويدعو إلى الإسلام أن يفقه في دين الله أولا حتى يصاحب دعوته إلى الإسلام بيان لأحكامه ومتطلباته، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة يعني على علم بالدعوة وما يدعى إليه وما يطلب من الناس فعله وما يطلب منهم تركه. هذا هو فقه الإسلام وروح الإسلام الذي يجب علينا أن ندعو إليه وأن نبينه للناس. ومن ثم فإن الفقه في الدين أساس ضروري تنبني عليه الأحكام، تنبني عليه الأفعال والعبادات حتى تكون العبادات صحيحة ومستقيمة، تنبني عليه المعاملات، تنبني عليه الأنكحة والأنساب، تنبني عليه جميع أمور الناس العباد، لأن الله سبحانه لم يتركنا هملا، أمرنا بعبادته، خلقنا لعبادته وأمرنا بها، وأرسل إلينا رسلا يبينون لنا ما هو هذا الدين وما هو المطلوب منا فعله وما هو المطلوب منا تركه وما هي الأمور التي تخل بهذا الدين أو تنقصه. بينوا هذا وأكملهم بيانا. خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فقد بين للناس كما أمره الله بذلك، بين للناس أمور دينهم، ولم يترك شيئا يقربهم إلى الله إلا بينه لهم، ولم يترك شيئا يبعدهم عن الله إلا بينه لهم وحذرهم منه. وما توفاه الله حتى أكمل به الدين وأنزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن ثم فإنه يجب علينا أن نتفقه في دين الله عز وجل، ولا يكفي منا مجرد الانتساب والسير على العوائد والسير على ما كان عليه الناس، بل لا بد أن نرجع إلى ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم من الفقه والحكمة ونسير على ذلك.
فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن الفقه في الدين يستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف الصالح الذين هم أعلم الأمة بمعاني كتاب الله ومعاني سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالتفقه في دينه وأثنى على الفقهاء الذين هم العلماء. قال سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمر سبحانه وتعالى أن ينقسم المسلمون إلى قسمين، قسم يخرجون للجهاد في سبيل الله عز وجل لنشر هذا الدين والدعوة إليه ورد عدوان الكفرة وحماية بلاد المسلمين ونشر الدعوة في الأرض، لأن الجهاد له هدفان: الهدف الأول نشر الدين وإزالة الكفر، وهذا ما يسمى بجهاد الطلب، نغزو الكفار في بلادهم وندعوهم إلى الله أولا، فإن لم يستجيبوا جاهدناهم حتى يكون الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والنوع الثاني جهاد دفاع، بمعنى أنه إذا اعتدى الكفار على بلاد المسلمين فإنه يجب على المسلمين أن يدافعوا عن بلادهم وعن حوزتهم وعن محارمهم وعن ديارهم. فالله سبحانه وتعالى قسم المسلمين إلى قسمين: قسم يقوم بالجهاد وينفر للجهاد، والقسم الثاني يتفقه في دين الله، يبقى ليتفقه في دين الله عند المعلمين وعند العلماء وفي المدارس الشرعية يتفقهون في دين الله. فإذا رجع إخوانهم من المجاهدين علموهم ما تلقوه في أثناء غيابهم من الفقه في دين الله، وبذلك تتم المصالح، يقوم الجهاد ويقوم الفقه في الدين، كل طائفة تقوم بما تكفلت فيه، طائفة تقوم بالجهاد وتخلفها طائفة للعلم. فإذا رجع المجاهدون فإن إخوانهم الذين تفقهوا في غيابهم يبينون لهم أحكام دينهم وما تلقوه بعدهم، وبذلك تتم المصالح، صالح الجهاد ومصالح الفقه في الدين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولأنه ليس المطلوب من المتعلم أنه يختزن العلم لنفسه، بل المطلوب منه أنه إذا تعلم ينشر العلم في إخوانه وفي المحتاجين إليه، لأن هذا العلم ليس ملكا لأحد، وإنما هو جاء لهداية الناس جميعا،
يجب على من عنده علم أن يبذله لمن ليس عنده علم، وبذلك ينتشر الفقه في الدين ويزول الجهل، ويعبد الناس ربهم على بصيرة، ويتجنبون البدع والخرافات والمحدثات والشركيات وكل ما لم ينزل الله به سلطانا. وقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ذكر سبحانه وتعالى شهادة أهل العلم، شهادة أهل العلم مع شهادته وشهادة ملائكته على التوحيد، على أنه لا إله إلا هو، على كلمة التوحيد. وهذا شرف لأهل العلم، شرف للفقهاء في دين الله، لأن شهادتهم تكون شهادة عن علم. والله تعالى يقول: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فما جعل الله شهادة العلماء مع شهادته سبحانه وشهادة ملائكته على توحيده إلا لأن شهادة العلماء لها قيمتها ومكانتها بسبب ما أعطاهم الله من العلم والبصيرة، وأنهم يشهدون عن معرفة ويقين. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نفى سبحانه وتعالى التسوية بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فهناك فرق بين العلماء والجهال، لا يستوون أبدا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الذين يعلمون يعلمون أحكام الله ويفقهون في دينه ويعرفون الحلال من الحرام والطاعة من المعصية، التوحيد من الشرك، بخلاف الذين لا يعلمون فإنهم لا يميزون بين هذه الأمور، فليسوا عند الله سواء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فهذا فيه تشريف لأهل العلم وتمييز لهم عن غيرهم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله سبحانه وتعالى يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات على غيرهم ممن هو دونهم من المؤمنين أنفسهم، لما أعطاهم الله من شرف العلم وميزة الفقه في دين الله عز وجل. وهذا الرفع رفع حسي ورفع معنوي، رفع حسي بأن يقدموا في المجالس وينصت إليهم ويستمع لأقوالهم لأنهم يرشدون الناس ويبينون للناس طريق النجاة، ورفع معنوي وهو رفع القدر، فالعلماء أرفعوا قدرا ممن سواهم لما حملهم الله من العلم الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فكفى بذلك شرفا لأهل العلم وأهل الفقه على غيرهم مما يستحس الهمم على التفقه في دين الله عز وجل.
وقال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعند حصول المهمات والمعضلات التي تلم بالأمة يجب أن ترفع لأهل الرأي والحل والعقد وأهل العلم الذين يعالجون المشاكل على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليوجدوا لها الحلول الناجحة المستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن واقع التجربة والخبرة والبصيرة والرأي السديد. فهذا فيه أن الأمور المشكلة الأمور العامة التي تنزل بالأمة وتحتاج إلى نظر في حلها أنها ترفع لأهل الشأن من ولاة الأمور وأمور المسلمين ومن علمائهم وأهل الرأي فيهم. فهذا فيه دليل على قيمة العلماء ومكانتهم في المجتمع الإسلامي. أما من السنة قد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم والتعلم وفضل العلماء كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين بمعنى أنه يعرفه بأحكام الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أعطى الله الإنسان الفقه في الدين فهذا علامة على أن الله أراد به خيرا، لأن الفقه في الدين سبب للخير. ودل الحديث بمفهومه على أن من لم يفقهه الله في الدين فهذا علامة على أن الله لم يرد به خيرا. إذا حرم الإنسان من الفقه في الدين أو لم يعطى اهتماما بهذا الأمر ولم يرفع به رأسا هذا علامة على أن الله لم يرد به خيرا. فهذا الحديث يدل على الاهتمام بالتفقه في الدين، وأن الإنسان يجب عليه أن يتفقه في دين الله على حسب استطاعته ليخرج من الجهل ويعبد الله على بصيرة ولينال هذه الخيرية التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى لرسوله: فقل رب زدني علما. فلم يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، مما يدل على شرف العلم وأنه ليس له حد ينتهي الإنسان إليه ويقول هذه نهاية العلم. العلم بحر لا ساحل له ولا يمكن الوصول إلى نهايته، ولكن الإنسان يأخذ منه ما في وسعه ومقدوره. وقد ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاء به من العلم وما وأحوال الناس تجاه ذلك، فقال: مثل ما بعثني الله تعالى به كمثل غيث أصاب أرضا طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، فرعى الناس منها دفعوا، وأصاب طائفة أخرى أجادب أمسكت الماء فشرب الناس منها وارتووا وزرعوا، وأصاب طائفة ثالثة إنما هي قيعان لا تمسك ماء
ولا تنبت كلأ. فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والحق، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فصنف الناس إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول وهم أعلى الأصناف وأفضلها، الذين قبلوا العلم حفظوه واستنتجوا منه المسائل والفقه، وهذا مثل الحفاظ الفقهاء الذين حفظوا النصوص وتفقهوا فيها، حفظوا النصوص وتفقهوا فيها وبينوا معانيها وما تشتمل عليه من علم وفقه مما تحصل منه ما ترون من فقه الإسلام، الفقه الذي ترون الآن، هذا حصيلة ما فهمته هذه الطائفة المباركة التي حفظت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع حفظها لذلك استنبطت منها الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية، ودونوا ذلك لينتفع به من يأتي بعدهم ويكون منارا على الطريق وصوا على الطريق، فنفع الله بذلك، وهم فقهاء الحديث. والصنف الثاني وهم أيضا صنف طيب، وهم الذين أقبلوا على حفظ النصوص وتمييز الصحيح من السقيم وطرد الدخيل والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الحفاظ، حفاظ السنة الذين عنوا بالرواية وعنوا ببيان الأحاديث الصحيحة وبيان الأحاديث غير الصحيحة ونفي الأحاديث المكذوبة والموضوعة التي ينسبها الضلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تبقى السنة الصحيحة محفوظة من الدخيل، ومميز بين صحيحها وحسنها وضعيفها، أفنوا أعمارهم بفن الرواية. هؤلاء يقال لهم علماء الرواية، وعملهم هذا جليل جليل جدا، لأنهم حراس السنة، حراسها الذين حرسوها من الدخيل ومن الكذب ومن دس الأعداء، حتى وصلت إلى من بعدهم نقية سليمة. والصنف الأول يقال لهم علماء الرواية والدراية، رواية بمعنى أنهم عنوا بالأسانيد، والدراية بمعنى أنهم عنوا أيضا بشرح هذه النصوص وبيان ما فيها. أما الطائفة الثالثة فلا خير فيها، لم تحفظ نصوصا ولم تتفقه في دين الله، وإنما هي بمثابة الأرض السبخة التي ينزل عليها السيل ولا يؤثر فيها، لا تمسك ماء ولا تنبت كلام، ليسوا أصحاب رواية ولا أصحاب دراية، هؤلاء لا خير فيه. فهذا مثل بليغ ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء به من العلم النافع وانقسام الناس تجاه ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله
في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، بمعنى أنهم يرثون عن الأنبياء ما جاءوا به من علم نزل عليهم من الله سبحانه وتعالى لهداية الناس. فالعلماء ورثوا هذا العلم، ورثوا هذا العلم عن الأنبياء وبينوه للناس وحفظوه للناس. فالعلماء الأنبياء لم يورثوا أموالا دنيوية أو أعراضا دنيوية، لأن هذا عرض زائل، وإنما ورثوا شيئا أعلى وأغلى من ذلك، وهو العلم النافع. فالذي يوفق للعلم النافع هذا هو الذي ورث عن الأنبياء. وفرق بين من يرث الأموال، لأن الأموال قد تورث من ظلمة ومن فسقة ومن حرام ومن ربا، وقد تورث من وجه حلال، ولكن هي عرض زائل، فهي إما أنها جاءت من طريق غير مشروع أو جاءت من طريق مشروع ولكنها عرض زائل يزول سريعا، لكن الذي يبقى وينفع هو العلم النافع، وهو الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا للعالم والعابد، العالم والعابد، العالم الذي تعلم هذا العلم وتفقه فيه، والعابد الذي اعتنى بالعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فرغ نفسه للعبادة والصلاة والصيام والذكر. هذا شيء طيب، العبادة شيء طيب، ولكن العالم الذي ورث العلم وتعلم العلم وعلمه أفضل من العابد الذي اقتصر على مجرد العبادة. فالعلم أفضل من نوافل العبادة، تعلم مسألة واحدة أفضل من قيام ليلة، تعلم مسألة واحدة من مسائل العلم أفضل من قيام ليلة، بل أفضل ربما من قيام ليالي وأشهر. شبهه صلى الله عليه وسلم بالقمر، لأن القمر يضيء لنفسه ويضيء للناس، العالم يضيء لنفسه حيث أنه يسير على هدى من الله وينير أيضا للعالم، بمعنى أنه يفتي ويعلم ويدرس ويأمر وينهى ويوضح ويرشد، فهو ينتفع بنفسه وينفع غيره، مثل القمر الذي يضيء للناس ويسيرون عليه في الظلمات، كذا هذا مثل العالم. بخلاف العابد، العابد وإن كان عنده خير ولكن نفعه مقصور على نفسه، لا يمتد نفعه إلى غيره، وإنما العبادة يقتصر نفعها على صاحبها، فهو مثل الكوكب، الكوكب فيه نور ولكن نوره قليل وقاصر عليه، بخلاف القمر، إذا قارنت بين القمر والكوكب أدركت الفرق، القمر مثل للعالم والكوكب مثل للعابد. فالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادة والإكثار منها.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. العمل ينقطع بالموت، عمل الإنسان ينقطع بموته، إذا حضره الموت انتهى العمل وواجه الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إلا العالم فإنه يبقى عمله بعد موته، لأن علمه يبقى بعد موته ونفعه يبقى بعد موته، ينتفع الناس بعلمه بعد موته، ربما تعيش عليه أجيال وقرون ويدعون له، كل ما ذكروه قالوا رحمه الله، غفر الله له. فالعلم يبقى لصاحبه إذا ورث علما ينتفع به، العلم الذي ينتفع به، فإن أجره يجري على صاحبه بعد موته، طال الزمان أو قصر. أنتم الآن ترون آثار العلماء، وإن كانوا ماتوا من مئات السنين، ترون آثار الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وأئمة العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية والشيخ الإمام ابن القيم بن كثير، الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغير هؤلاء من أئمة العلم وأئمة الإسلام الذين نفع الله بهم ولا يزال نفعهم مستمرا، ولا يزال الناس يسيرون على علمهم وينتفعون بآثارهم ويدعون لهم ويترحمون عليهم. هذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهي الوقف، الوقف الذي يكون على جهة خيرية ينتفع منه الناس، وقف الماء، وقف المسجد، وقف المدرسة، وقف هذا، ما دام هذا الوقف ينتفع به، سواء انتفع به الناس أو البهائم أو الدواب أو الطيور، فإن أجره يصل إلى صاحبه، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو لوالده ويبر به بعد موته. ولكن لا مقارنة بين الوقف والولد الصالح وبين العلم، لأن الوقف ينقطع، لا بد أن ينقطع الوقف، ما يستمر إلى آخر الدنيا. وكذلك الولد الصالح يموت، الولد الصالح يموت، أما العلم فإنه يبقى، العلم أطول الثلاثة أجلا ونفعا. فالذي ترونه الآن لأئمة الإسلام السابقين ليس أوقافا وليسوا أولاد، وإنما العلم النافع، فالعلم النافع يبقى أكثر من غيره، فهذا فيه دليل على شرف التفقه في دين الله والعناية به ونشر ذلك في الناس لأجل هدايتهم. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء بالنجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست النجوم أوشك أن تظل الهدى. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا فقد العلماء في آخر الزمان، لأن العلم يقبض في آخر الزمان، وليس قبضه بمعنى أن العلم نفسه يرفع، وإنما قبضه بموت العلماء، فكل ما قبض عالم قبض شيء من العلم، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ففقد العلماء مصيبة على أهل الأرض لا تعدلها مصيبة. وجاء في الحديث أن موت العالم أهون على الله من موت قبيلة،
العالم الواحد يموت أيسر وأهون على الله من موت القبيلة بأسرها. والعالم جاء في الأثر أن العالم الواحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. العالم الواحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. ولا يتعرف قيمة العلماء إلا عند نزول المعضلات والمشكلات، فهنا يتميز مقام العلماء والحاجة إليه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من قبلنا رجل قتل 99 نفسا، رجل ظالم سفاح يقتل الناس، قتل 99 نفس بغير حق، ثم إنه وقع في قلبه الندم وأراد أن يتوب، ولكنه جاهل لا يدري هل له توبة أو ليس له توبة، فسأل عمن يفتيه هل له توبة مع عظم جريمته، فدل على عابد مجتهد في العبادة لكنه جاهل، فسأله إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فاستعظم هذا العابد الجاهل جريمة هذا الرجل ورأى أنه لا توبة له، لأنه ليس عنده علم وإنما اعتمد على عاطفته وعلى غيرته وحماسه الديني بدون علم، فقال ليس لك توبة، أفتى بجهل، فقتله، يعني غضب عليه ذلك الظالم وقتله وكمل به 100. ثم إنه سأل عن عالم يفتيه فدلوه على عالم فذهب إليه وقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال له ذلك العالم نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هذا عالم يعرف أن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب ولو كانت ذنوبه كثيرة عظيمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله جل وعلا يقبل التوبة من الكافر ومن المشرك ومن القاتل ومن الزاني ومن السارق ومن شارب الخمر، مهما عظم الذنب فإن التوبة تجبه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الذين كفروا. وقال في الذين يقولون إن الله ثالث 3 والذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فهذا العالم أفتى من واقع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى أن الله يقبل التوبة، وأنه ليس هناك ذنب لا تقبل التوبة منه، هذا هو العلم. قال له ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا، يعني أمر بالهجرة، فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. خرج الرجل وبينما هو في الطريق أدركته الوفاة قبل أن يصل إلى القرية التي هاجر إليها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا، وملائكة العذاب يقولون أنه لم يعمل خيرا قط. فأنزل الله سبحانه وتعالى حكما بينهم أن يقيسوا ما بين البلدتين، فقاسوا فوجدوه إلى البلدة الطيبة أقرب بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا بسبب بركة هذا العالم وهذا الفقيه الذي دله على الخير وأنقذه الله به من النار. انظروا الفرق بين جواب العالم وجواب الجاهل، وإن كان الجاهل ورعان ومتعبدان ويخشى الله سبحانه وتعالى، ولكن الجهل ما لا يصلح أن يعيش عليه المسلم، ولا سيما في الأمور العلمية لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إلا بعلم وفقه، مما يحثنا
على وجوب التفقه في دين الله عز وجل، وإنما تخرب الأرض في آخر الزمان إذا رفع العلم، وإذا رفع القرآن آخر شيء يرفع القرآن في آخر الزمان، ثم عند ذلك يبقى الناس في فوضى وفي جاهلية وفي شر تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المشاهد على القبور، هؤلاء هم شرار الناس. فهذا مما يحثنا ويحرك الهمة فينا إلى التفقه في دين الله عز وجل والإسراع في ذلك. والإنسان الذي لا يستطيع أن يتفقه في نفسه فعليه أن يبادر بتعليم أولاده، يبادر بتعليم أولاده ونظمهم في سلك التعلم في الحلقات، المساجد، في المعاهد العلمية، في كلية الشريعة، كليات أصول الدين وكليات التي تعلم العلوم الشرعية. يبادر من عنده أولاد بنظمهم في سلك التعلم الشرعي ليحصل على هذا الخير وعلى هذا الفضل العظيم. أما الطرق التي يحصل بها التفقه في دين الله، تنبهوا لذلك. نحن عرفنا الآن أهمية التفقه في دين الله، لكن كيف نحصل على ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يسر لنا هذا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالإنسان إذا أقبل برغبة وسأل الله التوفيق يسر الله له وفتح الله له باب العلم والفقه، هذا أمر ميسر ولله الحمد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وسلوك الطريق لتعلم العلم ينقسم إلى قسمين: سلوك الطريق المحسوس، وذلك بالسفر لطلب العلم أينما وجد في البلاد، كما كان العلماء ينتقلون ويرحلون لطلب العلم ويتكبدون المشاق والمتاعب والأخطار لطلب العلم، حتى إن منهم من سافر من المدينة إلى مصر على راحلة من أجل أن يسأل عن حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند صحابي في مصر ذهب إليه في مصر ليتعلم حديثا واحد، من اهتمامهم بالعلم وحرصهم عليه. وكذلك سلوك الطريق المعنوي، وذلك بالجلوس في مجالس العلم، مجالس الذكر وارتيادها والذهاب إليها، الجلوس في حلق الذكر، حلق التعليم في المساجد، حلق التعليم في الفصول الدراسية، حضور الندوات في المساجد، حضور المحاضرات في المساجد، حضور خطب الجمع والاستماع إليها والإنصات إليها، كل هذا من سلوك الطريق إلى العلم. والعلم إنما يحصل بالتعلم، العلم إنما يحصل بالتعلم. فكونك تحضر اليوم وتستفيد فائدة أو فائدتين، أو ما شاء الله تحضر من الغد وتحضر وتحضر في مختلف الأيام، تكون عندك حصيلة، لكن الشأن في الاهتمام. كذلك حضورك في عند خطب الجمع: يا أيها الذين آمنوا
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا أيضا من السعي للعلم، لأن خطبة الجمعة درس من دروس الأسبوع تعرض فيها المشاكل التي تحصل وتعالج، ويعلم الناس فيها أحكام دينهم وما يحتاجون إليه من أسبوع إلى أسبوع. فهذه مجالس يعرض فيها العلم، أسواق من أسواق الآخرة يعرض فيها، كما تعرض السلع في الأسواق الدنيوية يعرض العلم في أسواق الآخرة في هذه المجالس. فله الشأن بالاهتمام أن الإنسان يهتم. كذلك من وسائل تحصيل العلم البداءة بالأقرب فالأقرب، الابتداء بالمختصرات، حفظ المختصرات في الفنون التي تساهل الناس فيها. هذه المختصرات ما ألفت من فراغ، ألفها علماء لهم خبرة في مجال التعليم ولهم فطنة في الفقه في دين الله. هذه المختصرات في الفقه، هذه المختصرات في علم الحديث، هذه المختصرات في علم النحو، هذه المختصرات في علم التفسير في شرح الحديث، هذه المختصرات هذه ما ألفها العلماء من فراغ، وإنما ألفوها عن خبرة وعن معرفة، من أجل أن يتدرج طالب العلم معها شيئا فشيئا، فيبدأ بالمختصر الصغير ثم يترقى إلى ما فوقه من المختصرات، إلى المتوسطات، إلى المطولات من الكتب، يتدرج شيئا فشيئا. هذه طريقة تعلم العلم النافع. وقد قال بعض السلف في تفسير كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال الربانيون هم الذين يربون الناس، يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. فالعالم الحاذق والمدرس الحاذق هو الذي يعلم الطالب العلم شيئا فشيئا ويتدرج به شيئا فشيئا، وليس العالم هو الذي يأخذ المبتدئ ويغمسه في المطولات والكتب المطولة التي لم يتصل مداركه إليها. الطفل حينما ينشأ أول شيء على الرضاع، ثم يعطى قليل من الطعام، ملعقه ملعقتين، ثم شيء فشيء حتى يكبر ويقدم له طعام كامل. كذلك المتعلم تدرج شيئا فشيئا، يبدأ من أخصر المختصرات، ثم المختصرات المتوسطة، ثم المختصرات المطولة، ثم يتدرج إلى الكتب الكبيرة. أما أنه يهجم على الكتب الكبيرة من أول وهلة وليس عنده استعداد، فهذا مثل الذي يأتي إلى البحر ليسبح وهو لم يتعلم السباحة، يغرق يغاص يموت من أول وهلة. تجيب واحد لم يتعلم السباحة وتغمسه في البحر يغرق، لكن لما تجيبه على شوي شوي في الماء وتعلمه السباحة يتعلم، بعد ذلك يمكن يسبح في المحيطات. إذا تعلم يسبح في المحيطات. كذلك العلم لازم انك تبدأ مع المتعلم شيئا فشيئا. فهذه المختصرات المضغوطة هذه فيها علم غزير، وإن كان الناس الآن زهدوا فيها، كانت في الأول تحفظ ويعتنى بها وتشرح وتفكك عباراتها، هي سلم مثل ما تصعد للسطح درجة درجة، كذلك العلم تصعد إليه درجة درجة. هل أنت إذا أردت السطح على طول تذهب إليه، أو أنك ترقى إليه رقي درجة درجة؟ كذلك العلم لا بد أنك تتدرج في طلبه. وأقول أن هذا يحتاج إلى صبر، لأن بعض الناس ما يصبر، يبي يتعلم بين يوم وليلة، ما هو بصابر يجلس في حلق الذكر، ما هو بصابر يحفظ، ما هو بصابر يسأل، ما هو بصابر يبي العلم جميع على طول، ما يحصل هذا. إذا بغى العلم كله راح كله، ما يمكن أبدا. العلم
يقول المجربون يقولون العلم إذا لم تعطه كلك، يقولون العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، أما أنك تبي تجيب العلم على هواك لا ما يمكنها. فطريقة التعلم الصحيح هو التدرج مع هذه المختصرات حفظا وفهما وسؤالا إلى ما هو أعلى منها إلى ما هو أعلى منها. ولله الحمد نحن في هذه البلاد بمذهب الإمام أحمد، هذا المذهب من أغزر المذاهب ولله الحمد علما، وكتبه ولله الحمد كتب مبنية على الكتاب والسنة، لا تجد مسألة إلا وبجانبها دليلها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو مبني على الدليل، مبني على الدليل. وفقه الإمام أحمد من أميز الفقه، لأنه رحمه الله كان له عناية بالحديث، ولهذا يسميه العلماء يسمونه من فقهاء الحديث، بل إن بعضهم يجعله في عداد المحدثين ولا يذكره مع الفقهاء، والواقع أنه من الطائفة الأولى التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نرجو أن يكون منها، من الذين جمعوا بين الرواية والدراية، بين حفظ الحديث وروايته وبين التفقه فيه. وكذلك إخوانه من الأئمة الأربعة لا شك أن لهم الفضل ولهم ومذاهبهم، المذاهب الأربعة مذاهب سنية ومذاهب محفوظة ومدروسة ومحررة، ولكن نحن نتكلم عن واقعنا نحن، وليس هذا معناه الغض من مذهب الإمام الشافعي، من مذهب الإمام مالك، من مذهب الإمام أبي حنيفة، لا، هي مذاهب حق، مذاهب خير، مذاهب سنة. لا أقول إن كل ما فيها صواب، لا، قد يكون فيها شيء من الخطأ لأن هذا اجتهاد، والمجتهد يخطئ ويصيب، ولكن ما فيها من الإصابة وما فيها من الخير أكثر مما فيها من الخطأ، ونحن عندنا الكتاب والسنة نعرض. نعم. الله أكبر. أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أقول إن العناية بهذه المختصرات في العلوم، مختصرات الفقه، مختصرات النحو، مختصرات الأصول، مختصرات التفسير، الحديث، هذه مختصرات تقرب العلم للطلبة وتتدرج بهم شيئا فشيئا، فهي أصول، والمحافظة عليها والعناية بها والتدرج معها هو السبيل إلى طلب العلم. يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والمثل يقول من ضيع الأصول حرم الوصول، فالذي يضيع هذه المختصرات ولا يعتني بها ويريد أن يأخذ العلم من المطولات دون أن يكون عنده قواعد يتمشى عليها، هذا يكون أتى العلم من غير باله، وفي النهاية لا يحصل على شيء. قد قال الله سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، هذه أبواب العلم. ثم أختم هذه الكلمة ببيان أن العلم كما ذكر العلماء على قسمين، العلم كله نافع ولكن أهله ينقسمون إلى قسمين،
علم نافع انتفع به صاحبه، وهو العلم الذي أكسب صاحبه خشية الله سبحانه وتعالى وأكسبه العمل الصالح. هذا هو العلم النافع الذي قال الله تعالى فيه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا علم نافع نفع الله به صاحبه، أكسبه خشية الله ورضوانه ونفع الله به. القسم الثاني علم نافع لكنه لم ينفع صاحبه، وهو العلم الذي لا يكسب خشية الله ولا يكسب صاحبه عملا صالحا، وإنما يكون حجة على صاحبه يوم القيامة. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى المثل لهؤلاء العلماء الذين لا يعملون معهم علم نافع لكنهم لم يعملوا به ولم يخشوا الله عز وجل، شبههم بالحمير. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. بل شبههم بالكلاب: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ما أنه علم نافع لكنه لم يعمل به، شبهه الله بالكلب، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أيضا وصية أخيرة لطلبة العلم، وهي أن يعتنوا بفقه السلف وعلم السلف، لأنهم أقرب إلى الحق وأقرب إلى الصواب. السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم والقرون المفضلة والأئمة الأربعة وأتباعهم من الأئمة المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم من الأئمة المحققين، يعتنى بعلمهم لأنهم أقرب إلى الحق وإلى العلم النافع من المتأخرين. يوجد في المتأخرين خير، ولكن السلف أكثر خيرا وأغزر علما. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرق الناس قلوبا وأغزرهم علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فخذوا بهديهم وسيروا على سنتهم فإنهم لعلى هدى مستقيم. وكذلك أتباعهم تلاميذهم من التابعين ومن جاء بعدهم. ولهذا كان من أصول الإمام أحمد رحمه الله أنه يأخذ بفتاوى الصحابة وفتاوى التابعين، يحرص على ذلك أشد الحرص. والسلف يقولون إنهم أكثر الناس علما وأقل الناس كلاما، والخلف أكثر الناس كلاما وأقل الناس علما. فكلما كثر علم الشخص فهذا دليل على قلة فقهه، وكلما قل كلامه مع التعقل والتفكر الصحيح فهذا دليل على كثرة فقهه. الصحابة ما كان كلامهم كثير ولكن علمهم كان غزيرا، كذلك السلف الصالح كلامهم معدود، لا يكثرون الكلام ولكنهم إذا تكلموا تكلموا بعلم. أما شقشقة الكلام وأما تكثير الكلام فهذا دليل على عدم العلم. وإن كان الناس بالعكس يظنون إن كل من كثر كلامه أنه أكثر علم، والواقع العكس، أن المدار على الفائدة ما هو على كثرة الكلام ولا على قلتها، المدار على الكلام المفيد. فمن كان في كلامه فائدة هذا هو العالم، ومن كان كلامه قليل الفائدة هذا ليس بعالم.
فعلينا أن نعرف هذا. هذا ميزان، ميزان نزن به العلماء والمتكلمين. والفرق بين السلف كما يقول الحافظ بن رجب في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، وأوصيكم بقراءة هذه الرسالة فضل علم السلف على علم الخلف، يقول إن كل ما كثر علم العالم قل كلامه، وكل ما قل علمه كثر كلامه. تنبهوا لهذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لفضيلة الشيخ كلمته الجامعة الماتعة المفيدة، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يكتب له ما احتسب، وأن يثيبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فضيلة الشيخ، قد جاءت أسئلة كثيرة، وعندما أقول كثيرة فإني أعني ما أقول، إنها كثيرة جدا، وكلها تستفتح بالسلام على الشيخ وإعلان الحب له في الله عز وجل، ولكن أرجو أن يعذرني إخوتي الذين أرسلوها، فليس في الوقت سعة لعرضها جميعا، وأعتذر اعتذارا آخر إلى الذين أكدوا في أسئلتهم على ضرورة عرضها، فإنه لا وقت الشيخ ولا وقت الإخوة يتسع لذلك. ولذا فقد اجتهدت، وسيشاركني الشيخ في اجتهاد في انتقاء بعضها، ليتولى الشيخ حفظه الله الإجابة عليه، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا كذلك أثني على أن لا نجيب إلا على ما يتعلق بموضوع المحاضرة، أما الأسئلة التي لا تعلق بموضوع المحاضرة لها مجال آخر، إن كان لكم تتصلون بالمشايخ تسألون، أما الآن الوقت ضيق والصلاة قريبة، أنا نجيب بما يتعلق بالمحاضرة، ولن نستوفي أيضا لأن يتعلق بالمحاضرة كثير في هذا الأمر. هذا يقول: يلاحظ في سلوك بعض طلبة العلم طرقا غير سوية في طلب العلم، وذلك بالاكتفاء بتلقي العلم عن بعضهم بعضا، وكذلك الحال في أخذ الفتوى. أنا نبهت على هذا وقلت إن العلم إنما يؤخذ عن العلماء، العلم إنما يؤخذ عن العلماء، ما يؤخذ العلم عن المبتدئين، أو يؤخذ العلم عن طريق القراءة في الكتب فقط، لا، ما يؤخذ العلم بهذه الطريقة. العلماء موجودون ولله الحمد، والتدريس موجود، تدريس نظامي في المعاهد والكليات والجامعات الإسلامية، وتدريس غير نظامي في المساجد مفتوح المجال. فعلى كل من يريد طلب العلم أن يتصل بالعلماء ويتلقى العلم عنهم. أما الفتوى فأمرها خطير جدا، لا ينزل أحد يفتي إلا بعلم، علم الإنسان يفتي الحلال والحرام إلا بعلم، فإذا أفتى بغير علم فإنه قال على الله ما لا يعلم، قد جعل الله القول عليه بلا علم قرينا للشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى قوله، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. الأمر خطير جدا، والفتوى ليست شهوة إنسان يطلب السلامة منها، إلا إذا ابتلي بها ولا هناك من يفتي غيره فإنه يجتهد طلب الحق إذا كان عنده أهلية، أما إذا كان ما عنده أهلية يقول والله ما أدري، كلفه الله. هذا يقول: ذكرتهم حفظكم الله طوائف الناس، ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم على ثلاثة أنحاء، منهم علماء الرواية والدراية، ومنهم علماء الرواية، وطائفة ثالثة لا خير فيها، فهل هذا دليل على وجوب التعلم والتفقه لكل أحد؟ نعم، التفقه مطلوب من كل أحد، قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولكن العلماء قسموا تعلم العلم إلى قسمين: قسم تعلمه فرض عين على كل مسلم، وهو أن يتعلم أمور عبادته، ما لا يصح
تصح عبادته إلا به، إن معرفة أركان الإسلام الخمسة، معرفة الشهادتين ومعناهما ومدلولهما وهذا هو العقيدة، ومعرفة الصلاة، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، أحكام الحج، هذا القدر لا يعذر أحد بجهله، من أجل أن الإنسان يعبد الله على عقيدة صحيحة، من أجل أن الإنسان يصلي صلاة صحيحة، من أجل الإنسان يؤدي الزكاة على الوجه المشروع، من أجل الإنسان يصوم رمضان على الوجه المشروع، من أجل أن الإنسان يحج بيت الله حجة الإسلام على الوجه المشروع، هذا الأمر لا يعذر أحد بجهله، مطلوب من كل واحد منا ذكرا أو أنثى أن يتعلم. أما بقية أبواب الفقه، الأحكام المعاملات، أحكام الأنكحة، أحكام الجنايات، فهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من علماء الأمة بقي في حق الباقين سنة ليس بواجب، يسن الإنسان أنه يطلب العلم مهما أمكن هذا، لكن لا يجب على كل أحد، إذا وجد من يكفي الحمد لله، إذا وجد من العلماء ومن المتعلمين من تهيأ لهذا الشيء سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة من أفضل السنة. نعم. هذا يقول كلنا يحب سلف هذه الأمة، الحمد لله رضي الله عنهم ورحمهم، هذه علامة خير، الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فمحبة سلف الأمة هذه علامة خير. ولا يمكن لنا سلامة المنهج وصدق المعتقد إلا بالتأسي بهم، هذا صحيح، والسير على منوالهم، ولكن هناك بوادر انحراف عن هذا المنهج السوي ممن يزعمون أنهم سائرون على منهج السلف، هذا إن شاء الله ما يوجد في بلاد المسلمين، خصوصا هذه البلاد التي قامت على التوحيد وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يوجد إن شاء الله تعالى، سائرون على منهج السلف الصالح. يقول أخذوا يتطاولون على أهل العلم والفضل من أئمة السلف كأبي حنيفة والنووي وابن حجر بزعم أنهم مبتدعة، لا، هذا كلام ما يجوز، إذا طعنوا في أئمة الإسلام فمن يبقى؟ هؤلاء أئمة الإسلام لا يجوز الكلام فيهم، حتى ولو قدر أن بعضهم أخطأ في بعض المسائل نحن نترحم عليهم، لأن خطأهم مغمور بما عندهم من الفضل وكثرة الصواب، والإنسان ليس معصوما، الخطأ يقع، الخطأ يقع لكنه عن اجتهاد ما هو عن تعمد، وكون ابن حجر أو النووي أو عندهم أخطاء بعض الأخطاء هذا لا ينقص من قدرهم وفضلهم وما بذلوه للإسلام والعلم من وقتهم ومن عملهم ومن تأليفهم رحمهم الله، نترحم عليهم. وهذه البادرة إذا وجدت لا حول ولا قوة إلا بالله فهي علامة شر، قد جاء في الأثر أنه في آخر الزمان يلعن آخر هذه الأمة أولها، هذا علامة شر، ونرجو أن الله يعصمنا وإياكم من ذلك، يجب أن نعرف قدر السلف ونترحم عليهم كما سمعتم في الآية، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نعم، المبتدعة اللي عرفوا بالبدعة وعرفوا بالشر والفرق الضالة، نعم، لا حبا ولا كرامة، أما أهل السنة فنحن نجلهم ونقدرهم، لا سيما أهل الحديث نجلهم ونقدرهم، وإن وقع منهم بعض الأخطاء فهي مغمورة في فضائلهم. هذا يقول أي فرع من فروع العلم تنصحون أن يبدأ به، من يبدأ به من يريد التفقه في الدين؟ أنا بينت هذا، قلت أنه يبدأ بالمختصرات من كتب الفقه، المختصرات يحفظها حفظ، ما هو يقرأها قراءة، يحفظها حفظ، ولا يكفي الحفظ، لازم أنه يقرأها على عالم يشرحها له وبينها له ويمسكها الطريق الصحيح. نعم. هذا يقول شاع في هذه الأيام التزهيد في كتب الفقه المعتمدة في المذهب، مع أن كتب المذهب خدمت طوال 1000 عام تداولها عيد العلماء تنقيحا وتحريرا، والعهد بمشايخ هذه البلاد العناية بها، نعم هذا كله كلام صحيح
وأن كتب المذاهب الأربعة ولله الحمد أنها مع تطاول الزمن وتوارث أجيال العلماء لها حررت ونقحت، فهي موثوق بها، موثوق بها، وهي وضعت للتدرج في طلب العلم كما ذكرنا. أما على طالب العلم إلا أنه يأخذ مثلا كتب المذهب المختصرة ثم المتوسطة ثم المطولة، وليس معنى ذلك كل ما فيها صواب 100%، يمكن يكون فيها أخطأ، لكنها أخطأ اجتهادية. والإنسان إذا تمكن يعرف مثلا يعرف ما قام عليه الدليل فيأخذ به، الإنسان مطلوب منه اتباع الدليل. أما ما دام أنه ما يعرف فإنه يسأل أهل العلم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسأل يقول والله الكتاب هذا تنصح بها وما تنصح الكتاب هذا، يستشير أهل العلم. نعم. ذكرتم أنه يجب على طالب العلم أن يبدأ بحفظ المختصرات الصغيرة، يمكن شاق عليكم الحفظ ولذلك كثر السؤال عنه، بحفظ المختصرات الصغيرة. نرجو أن تذكر لنا بعض أسماء هذه المختصرات، المختصرات ابتداء بآداب المشي للصلاة، أقصد في الفقه يعني آداب المشي للصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، شروط الصلاة، رسالة شروط الصلاة وأحكام الطهارة، أيضا يبدأ بهذه الرسائل الصغيرة ويحفظها على أهل العلم، يقرأها على أهل العلم. ثم متن الزاد، يحفظ متن الزاد، زاد المستقنع هو كتاب عظيم في الفقه مختصر مضغوطة فيه مسائل كثيرة، إذا فككت وبينت فإن الإنسان يكون على علم غزير إذا فهمها فهما صحيحا. ثم بعد ذلك يتدرج إلى المتوسطات مثل المقنع مثل الكافي مثل، ثم يتدرج إلى المطولات مثل المغني وشرح المجموع للنووي والمبسوط للسرخسي وغير ذلك من المطولات. القصد أنه يتدرج شيء فشيء. كيف نستنتج من الآية والحديث على عدة مسائل فقهية أو عقدية؟ بينوا لنا ذلك. أنت لا تستنتج الآن، أنت ما وصلت إلى حد الاستنتاج، لكن عليك أنك تقرأ التفاسير، تفسير ابن كثير، تفسير ابن سعد الشيخ ابن سعدي، تفسير البغوي، تفسير ابن جرير الطبري، إذا كان عندك همة في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، أضواء البيان لشيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي، فهذا حسب مقدرتك واستطاعتك. أما أنك تستنتج أنت مسائل، لا، ما وصلت إلى، ما عندك ضوابط الاستنتاج، هذه للمجتهدين، ما عندك ضوابط الاجتهاد حيث أنك تستنتج. لكن عليك أنك تقرأ لأهل العلم الموثوقين. هذا يقول أنا مهتم بالدعوة ولكن ليس عندي علم. تعلم أولا ثم بعد ذلك اشتغل بالدعوة، لا تدعو وأنت ما تعلمت. أي نعم. وتؤجر على نيتك، يعني نيتك الطيبة وأنك تحب بالدعوة وتريد أنك تدعو، الإنسان يؤجر على نيته، إذا نوى الخير لو تمكن منه يؤجر على نيته. دليل حديث الذي يتمنى أن يكون مثل المنفق في سبيل الله ويتمنى أن يكون مثل العالم المحقق، يؤجر على نيته. نعم. تطرقت في المحاضرة عن تعلم المختصرات في الفقه والحديث والعلوم الشرعية، ونحن الطلاب لا نجد هذا في المدارس. هذا موجود، المقررات اللي في المدارس هي من المختصرات، المقررات اللي في المدارس والمعاهد العلمية والجامعات الإسلامية هي نفس هذه الكتب، هذا موجودة، لكن يمكنك ما انتبهت لها. يقول نجد حذف الكثير من التوحيد والفقه وزيد في علم الرياضيات، نرجو توجيه فضيلتكم. هذا إن كان يوجد في بعض المناهج، لكن هناك مناهج ولله الحمد في المعاهد العلمية وفي الجامعات الإسلامية طيبة. نعم.
ثم أيضا لو قدر أنك ما تجد مناهج على المطلوب، عندك المساجد والعلماء بإمكانك تجلس على واحد منهم وتتابع. ما هو رأيكم بقول بعض الناس نتآلف فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا؟ هذا فيه تفصيل، هذا سئلنا عنه أكثر من مرة، قلنا إن كان الخلاف في العقيدة فلا يجوز أننا نغض الطرف عنه، لا بد نبينه، فإن رجع إلى الصواب تآلفنا معه وإلا تركناه. المخالف لنا في العقيدة ما نتآلف معه، نبين له خطأ أن هذا خطأ في العقيدة، فإن رجع وإلا تركناه. أما إن كان الاختلاف في فروع المسائل الفقهية فلا بأس بذلك، المسائل الفقهية الأئمة الأربعة يختلفون في بعض المسائل ومع ذلك هم إخوة، هم أئمة، والحنفي يصلي وراء الحنبلي والحنبلي يصلي وراء الشافعي والحمد لله، لأن الخلاف في هذا في أمور فرعية، في أمور فرعية. أما الأصولية الاختلاف في العقيدة لا، هذا ما يمكن أن نجتمع عليه، لازم أن نعدل الخطأ ونرجع للصواب. نعم. توجه نصيحة لمن يطلقون عبارات التبديع والتفسيق، ما شفنا أحد إن شاء الله يعمل هذا، إن كان وجد من بعض الجهال هذا نرجو أنهم يتوبون إلى الله عز وجل ولا يطلقون ألسنتهم إلا عن علم وبصيرة. وأيضا الكلام في المجالس في الناس وكذا والغيبة والنميمة ما يجوز هذا، إذا رأيت على أحد خطأ توجهه إما فيما بينك وبينه أو تكتب له أو توصيله أو ما أشبه ذلك سرا بدون أنك تعرضه في المجالس. نعم. تبينون لنا وجهة نظركم في من يسمى فيما يسمى خلاف في من يسمي خلاف العلماء نزاعا، يقول مثلا هذه المسألة تنازع العلماء، هذا لا بأس، تنازعوا أو اختلفوا ما في مانع، ما في مانع، كان العلماء يقولون تنازع الناس في كذا تختلفوا في كذا، ولكن الشأن في من معه الدليل، لأن النزاع يختلف نزاعا مذموم ونزاع لا يؤثر، يعني ما دام عن اجتهاد. أما النزاع المذموم فهو الذي يفرق بين المسلمين ويكون سببه البغضاء والعداوة، هذا نزاع مذموم. ولا تنازعوا وتفشلوا تذهب ريحه، ومهما حصل الاتفاق واجتماع الكلمة فهذا أمر واجب، لكن النزاع في مسائل الفقه والاختلاف في مسائل الفقه هذا لا يورث عداوة أبدا. لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي لم يتبين فيها وجه الصواب، أما المسائل التي تبين فيها وجه الصواب فنحن نبين خطأ من أخطأ فيها وندعوه إلى الرجوع. أوضحتم حفظكم الله أقسام الناس في الفقه في الدين، تعلمون أقسام الناس في الدين وتعلمه، وأقسام الناس في ذلك أنهم ثلاثة أقسام كما وضحتم وبينتم، أماذا عن تعلم العلوم الأخرى غير الدينية؟ نعم، هذا سؤال مهم. أولا الإنسان أول ما يهتم به أمور دينه، هذا هو الأصل، ويتعلم القدر اللي هو فرض عين على كل مسلم من أمور عبادته الذي لا يستقيم دينه إلا بها. بعد ذلك أمور التخصصات، كل يتخصص بما يجد نفسه على استعداد له، تخصص في العلوم العسكرية، في العلوم الهندسية، في العلوم الصناعية ينفع المسلمين، في العلوم الطب ينفع المسلمين، لكن بعد أن يأخذ القدر الواجب من العلم الذي يقيم به دينه، هذا يسمى مشترك بين المسلمين. أما إذا جاء التخصص فإنه كل يتخصص بما يرى أنه يبرز فيه. بعض الناس عنده موهبة في الأمور العسكرية، بعض الناس عنده موهبة في أمور الهندسة والصناعة، بعض الناس عنده موهبة في الطب، هذا ينفع المسلمين ويغنيهم عن الكفار. فلو أن المسلمين اتجهوا كل يتجه إلى ما ينفع المسلمين في دينهم وفي دنياهم هذا طيب. تعلم العلوم الدنيوية التي تخدم المجتمع المسلم ويحتاج إليها الناس هذا من العبادة يعتبر، لكن بعد تعلم أمور الدين القدر الضروري من العلم الذي لا يعذر أحد بجهله.